هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي، رفع فيها أسمية التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق برتبة قائدا أعلى من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرا لجهود جلالته في توطيد علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. أعرب سموه عن عميق فخره واعتزازه بمنح جلالة الملك المفدى هذا الوسام الرفيع، والذي جاء تأكيدا على جهود وإسهامات جلالته الحثيثة في تعزيز الأمن والاستقرار وإشاعة السلام في المنطقة وفق الرؤية الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي رسخت المملكة على الخارطة الدولية.